يا صباح الخير، واليوم فقت بكل نشاط وحيوية ورتبت غرفتي وعطرتها واخدت ماي مورنينج شاور وشربت الهوت شوكولت وبلشت ميك اب. وهذا الفاينل لوك، شو رايكم بالميك اب والشعر؟ واكيد لبست اول ماي جواليريز، وقبل ما اطلع اكيد لازم احط ماي فيفوريت بودي لوشن من باث اند بودي اللي هو وينتر كاندي ابل، ريحته خيال بجنن. ويا سلام على أحلى فنجان قهوة من تحت إيدين ست الحبايب، ويلا على التصوير. وكان في شوية زحمة، المهم وصلنا اللوكيشن. شو رايكم بالأوتفيت؟ وهاي شوية مقتطفات من جلسة تصوير اليوم. وبعد ما خلصت تصويري شلت العدسات وأنا بالسيارة مشان يرتاحوا عيوني. وصلت البيت فاينلي. أول شي شلت الجواليريز، بعدين لميت شعري وبلشت شيل الميك اب عن بشرتي. استعملت أول شي الميك اب ريموفر، بعديها استعملت البيبي أويل من جونسون، وبعديها غسلت وجهي بغسول الوجه، وآخر شي استعملت الأسكانول مشان خلي البشرة تتنفس وتتفتح المسام، وبنفس الوقت مشان اتأكد إنه ما ضل في ميك اب على بشرتي. وبعد الشاور عطرت شعري، لازم نهتم كتير منيح بشعرنا وبريحته. وبعدين حطيت سيروم على بشرتي من لوريال، وكمان حطيت من لوريال آي كريم تحت العين، وبعدين عملت مساج لوجهي بالرولر. وما ننسى بالآخر نرطب البشرة ونرطب الشفايف. وهيك بكون خلصت ماي سكين كير، وشوفوا بشرتي شو بلوي وحلوي وهيلثي. وضويت الشمع، وبعد يوم طويل لازم أنا ونبع الحنان نشرب أحلى كاسة متي ونتابع مسلسلنا.